صلاة القيام أثابكم الله، استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا ساووا الصف، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أمد إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم،
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمظلمين وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. الله.
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل وأيتها الفاضلات، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإننا إذ نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في وقوفه وفي صلاته وفي صيامه، وذلك لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين، وهو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في إيمانه وفي أعماله، فإن الله لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً إلا إذا عمل ذلك وفق مرضاته سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله أمرنا بالتوحيد، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا بالتوحيد. ولهذا الآيات التي سمعناها من الإمام وفقه الله كانت كلها في التوحيد، وأن الإنسان الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يأتي يوم القيامة وهو مفلس من الحسنات. وقد صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، هذا العمل الجميل، هذا العمل الجليل تسعر به النار، تسعر بصاحبه النار، نعم، لأنه ما قرأ القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال: ما فعلت؟ قال: يا رب، قرأت القرآن في سبيلك وعلمته في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، خذوه، وقد قيل خذوه إلى النار، أي أخذت نصيبك في الدنيا، قيل لك أنك شيخ وعالم وغير ذلك. ورجل تصدق: ما عملت؟ قال: يا رب، تصدقت في سبيلك وبذلت في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما تصدقت ليقال متصدق أو جريء أو جواد، وقد قيل أخذت نصيبك من الدنيا، نسأل الله العافية، خذوه إلى النار. والثالث مجاهد، يظن يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك وقتلت في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل خذوه إلى النار، نسأل الله العافية. ولهذا يا أخواني، الإخلاص دائما يعظم الله سبحانه وتعالى العمل، يعظم العمل بالإخلاص. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة أزلفها، كل السيئات الماضية التي أزلفها وعملها يكفرها الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانه وتوبته، والإسلام يجب ما قبله. ثم يكون القصاص، ثم يكون القصاص، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كيف يضاعف لمن يشاء؟ قال أهل العلم: هناك مراتب أربعة. لأجل أن تحصل على حسنة واحدة ب700 أو أكثر من ذلك، أولاً أن تكون مخلصاً. لو سألتكم أيها الإخوة، قلت لكم: إني رأيت رجلاً قد حمل حجراً من الشارع فألقاه بعيداً عن الشارع لئلا تتأذى السيارات، ماذا نقول له؟ جزاك الله خيراً، جزاك الله خيراً. هل نعطيه أكثر من ذلك؟ لا. هل نصوره ونحتفل به؟ لا. عمل يسير، ما هو أنا الذي أقول ذلك، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. وهذا أماط الأذى، فأتى أدنى الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ رأى غصن شجرة، قال فأزاحه، قال لئلا يؤذي المسلمين، فشكر الله له وغفر له. ورواية أخرى في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله قال: ولقد رأيته يتقلب في الجنة. لماذا؟ عظم الله عمله بالإخلاص، ما أراد الشهرة، ما أراد السمعة، ما أراد ثناء الناس، وإنما احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
وامرأة فقيرة بائسة مسكينة جائعة لها بنتان يتيمتان فقيرتان جائعتان، أخرجها الجوع حتى جاءت إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم تستجدي أن تحصل على لقمة. قالت عائشة: فما وجدت في البيت إلا ثلاثة تمرات. فأعطت البنتين تمرتين، فأكلت البنتان التمرتين بسرعة، ثم نظرت البنتان إلى أمهما كأنهما يريدان التمرة الثالثة، فشقت التمرة نصفين فأعطت ابنتيها اليتيمتين الفقيرتين الجائعتين، هذه شق وهذه شق. فعجبت عائشة من ذلك. قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله أوجب لها الجنة، أوجب لها الجنة بإطعام ابنتيها. نعم، لأنها نظرت نظرة مخلصة ونظر إشفاق لهاتين اليتيمتين، فهذه النظرة وهذه الرحمة وهذا الإخلاص رفع الله عملها. وربما يأتي إنسان بعمل عظيم في أعين الناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك أيها الإخوة، علقوا قلوبكم بالله، تعلقوا بالله، أخلصوا لله، والله مهما يكن المخلوق عظيما أو قويا أو غنيا أو ذا سلطة أو ذا منصب، فإنه لا شيء إذا جئت يوم القيامة وقد أذهب الله عنك كل هذه الأعمال التي كنت تريد تعملها لوجوه الناس. لكن الله سبحانه وتعالى يعظم لك العمل ويعطيك العمل. لهذا كان على المسلم أن يتقي الله فيعظم عمله بالإخلاص، يعظم عمله بالإخلاص. والآيات كما قال الله تبارك وتعالى وقرأ الشيخ، ففي الآيات أن هؤلاء يشركون مع الله، هؤلاء الناس الذين إذا يعني أشركوا، إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى آمنوا بذلك، وإذا وحد الله سبحانه وتعالى كفروا، نسأل الله العافية. لابد أن يشركوا مع الله غيره في عبادتهم وفي دعائهم وفي أعمالهم كلها. لهذا أيها الإخوة، نحن في موقف أوقفنا الله إياه، هذا الموقف الذي نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أبشروا وأمنوا وارجوا الله واحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله ما وقفكم ليحرمكم وما أتعبكم لأجل ألا يريحكم، بلى والله يريد الله أن يعطينا. أما من كان قد ذهب وترك هذه الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى قد نسأل الله العافية حرمه هذا الأجر، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وألا يخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وكما جمعنا في هذا المكان، أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، وصلى الله على نبينا محمد. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يا الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد على كل حال، لك الحمد في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت،
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الفردوس الأعلى دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم ومردا إليك غير مخز ولا فاضح برحمتك يا خير الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من كتبت على نفسك الرحمة، يا من رحمتك سبقت وغلبت غضبك، يا من رحمتك وسعت كل شيء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تعينهم على الخير وتدلهم إليه، واصرف عنهم بطانة الشر والسوء التي تعينهم على الشر وتدلهم إليه يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، واجعل في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، واجعل في صلاحه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة عونا وسندا ونصيرا ووليا وظهيرا ومعينا. اللهم دافع عن أوليائك الذين ضيعت أرجاؤهم وانقطع إلا منك رجاؤهم. اللهم أري عبادك في أعدائك يوما من أيامك تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم أري أولياءك في أعدائك يوما من أيامك تشفي به صدور قوم مؤمنين بقوتك وجبروتك يا قوي يا متين. اللهم جاز العاملين في هذا المسجد الكبير وجازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم واجزهم عنا خيرا، اللهم واجزهم عنا خيرا، اللهم واجزهم عنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.